بسم الله بدينا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على السلامه الناس كل حبيبي وصحابي، توحشكم واكيد وما توحشتوني. عندي برشا على الروتينات وما صورتكمش من داري، من داخلي يعني نصور ديما في الخارجيه. على كل حال كي جات فرصه البارح جاتني الكوجينه كما شفتوا، جاب لي النجار الكوجينه وركب لي المبدئين، ركب لي الخزان، مازالوا البيبان والفيترينا والرخامه واللافابو وحسيب. المهم رجعت لكم قلت خليني عندي برشا، خليني نبدل شويه الجو. انا الحمد لله اول حاجه راني لاباس. الحقيقه مشيت للدكتور اخر طمني على صحتي وقال لي انت لاباس، والمشكله اللي عندك عن اغلبيه النساء عندهم ماهيش حاجه كبيره برشا. المهم الحمد لله، وانا بطبيعتي انا مروحه لكندا في اكتوبر، وبنتي عملت لي مواعيد وكل في مع الدكاتره نتاعي. وانا طبعا هو نصحني كان على دويه يلزم نوضب على الدويه، خاطر هو المشكله نتاعي الدواء نتاع الروماتيزم اللي لعبت بيه. المهم اليوم حبيت نفرحكم، نعرف برشا ناس تستنى فيا على المرمى، نفرحكم بالكوجين نتاعي. جات عجبتني حلوه برشا، تو نبعد الكاميرا ونوريها لكم من بعيد. الحاجه الوحيده كان عندي معناها ملاحظه صغيره، وتكلمت مع النجار ديجا وباش يرجع يقدها لي بعد ما مشي، خاطر كي جاب انا ما كنتش هنا، خليته يركب فيها الصباح وخرجنا. عندي موعد نتاع طبيب وبعد عندي العرس، تعدينا ديريكت للعرس. كي روحت نشوف فيها لهنا، كي وقفت كيما تشوفوا هذه مزات بلاش الخامه، هذه راهي نتاع الفترينا ماهيش الخامه. وقفت نلقى روحي قصيره على الكوجينه، ومزات باش تركب الخامه باش تحط الغاز قدامي كيما هكا، يعني لقيت روحي باش كي يبدا طنجره يمكن فيها وفيها، اما مقفول وكسكاس يبدا عالي عليا نشعبط ولا نركب على الكرسي. فالحمد لله تكلمت معاه، هو ناس ملاح برشا، قال لي ما ثماش حتى مشكل باش يرجع لي بالذمه، المهم قبل ما نركب الرخامه باش يرجع لي. وفيها تو نوريكم اللوطه، ساقيها طويل عاملهم عاليه هي، علاش سهله؟ خاطر ساقيها عالي باش يقصهم لك او طابت اللوطه هذه وهذه، خاطر هذه بلاصه لافابو عاليه عليا زاده. اوكي شفت وين لهنا، يعني كيفاش باش نغسل هكا عاليه. الغسالة تاع المعمول جات في بلاصتها، الفترين زاد كل شيء هذيك جات في بلاصتو. عملي كعبات نحاس تنوريهم لكم. اللون ان شاء الله باش نختاروا، خاطر هي غامقه، باش نختاروا لون فاتح شويه نتاع الرخامه، مش باش نختار لا اكحل ولا مارون غامق، يمكن نختار مشكش يعني مارون مع الابيض، باش يبدا فيها المارون ويبدا فيها الابيض باش يفتح كوجين تنور هيك محلوة برشا منظرة روعة. سمع والله لحد الآن أنا وصلت مبلغ معين، لكن ما تفهمنيش لحد الآن قديش تطلع الكل في الكل وقديش السومة، معناها ما تكلمنيش مازال يكملها وبعدها نكمل اللي بيجي. خاطر أنا شنو نقول من غير ما تفهمتش معاه على السومة، على خاطر أول حاجة أنا نعرفه معناها بالعائلة، وثاني حاجة ما فيش فايدة. أنا طالبة كوجيني زي ما تحضر لي كوجينة واللي لازم أعطيته مبلغ كبير الحمد لله، معنا به هذاك تبقى أكيد باش يبقى لي حاجة قليلة، ما تبقاش حاجة كبيرة. عسيري خليني نوريكم بعد الكاميرا شوية ونوريكم من بعيد. باهي هكايا شفتوها هاي حلوة برشا منظرها ياسر باهي. باش نمشي بالكاميرا خير نوريها لكم، نحيها الكاميرا. شفتوا كيفاش هذيا اهو من هنا، هذيا الساقيها عالية ينجم بسهولة تامة باش ينحيهم يقصهم ويهبطها اللوطة وتولي لي قصيرة هاك كلهم. لهنا باللارة مراية مش باللارة، مرايا عمل لي زوز، واحده منا واحده من الغادي تمشي، وهذه فيترينا باش نحط فيها السربيس نتاع السربيسي نتاع الفخار اللي شريته، شفتوه مره عند سعيده توري فيه. وهذايا زاده كيف مرايا، هذايا النحاس اللي عملهم لي شويه باش يكسر اللون هاك، باش يكسر اللون زوز. الرخامه قلت لكم نتاع فيترينتي ماهيش نتاع الكوجينه، لكن باش يقارب اللون نتاعها باش نعمل الرخامه نتاع كوجينتي كبيره تبارك الله بالكدا بالكدا. هذه من قدام تهز لي سربيس ولهنا
نص فترينا والنص والنص هنا معون وحاجات تناجر والحاجات هذيك كلها. هذه كيف كيف تهز زاده، هذا زاده كيف كيف اكيد عندها الباب نتاعها، هذوما بيبانها باش يركبوا بعد يرجع لهم بالذمه. هذا كيف كيف عندها البيبان نتاعها راكبين حاضر باش. هذه كيف كيف خزانه زاده بالباب نتاعها باش القجورات كلهم بالقجورات. هذه فيترينات زوز هكا بالبل نتاع البلار ذاك بقدره ربي، نقدوها نقد فيها المعون والسريبس ان شاء الله بقدره ربي ما شاء الله تهز لي بالبلد كبيره. باهي هذه هنا زاده دي البيبان مسكره، هذه كده نتاع فحات وحاجات نحط فيها منعش عالي شويه، يعني مانيش طويله برشا وطولي نعناع ولا شي يقول حاسي. المهم هذه الفترينه، هذه الفترينه الطويله فوق ربويت، وهنا الميكروان، وهذا الفور باش يركب لهنا، وهذا كده بالبيبان نحط فيهم حاجات قدره ربي. يعني هي من ناحيه بلاصه، هذه الغساله في بلاصتها جات بوب بالضبط، حلوه بصراحه منظرها، يعني حاجه باهيه برشا الحقيقه. هكا وزاويه عندنا لهنا مازال هذوما ما كملوش قاعدين، هذوكم الضوي وزاده هاكا الزاويه بالكدا لهنا بالضو شفت بالضو باهي مازال ما هذا برك مازال ما كملش، ان شاء الله باذن الله يكمل. هذاك زاده هنا ركب نور الدين عمل نتاع بيت الفطور، عمل من اللون هذايا احمر وزيد معناها باش يهبطوا على الطاوله بالضبط على فطور بيت الفطور. هذوما الغاز والفريجيدير حاطهم هذيك حتى الجي يركبهم قطر حاطينهم على الطاوله. لهنا الغاز كان في الشيء الاخرى بدلناه لهنا، بدلناه لهنا وسعت علينا جهه الكوجينه، كان لهنا الفريجيدير نحاتهم هنا، قالت لي ماما هنا خير. هذا هو وماشيين نحن توا باش نمشيو ونشوفوا الرخام قدرة ربي باش نصوركم باش نهبطوا فرد فيديو، خاطر ما عنديش مرمى اخرى، هو برك يجي معناها نهبط لكم كي نشري الرخام نهبطوا بعد نهبط الفيديو، من بعد ان شاء الله كيف يجي ويركبوا لي الرخام ممكن ياسر ما خاطر مازال بكري ما نعرفش اذا كان الناس ممكن ياسر راك تشوف هذه بطاط معناها بالزيت فما يجي الخايمه تونس هكاك يعني يبطاو شويه في كي تعمل اوردر معناها الصنعه صعب الصنعه كل كيف كيف معناها تبطا شويه ف ممكن ياسر ما تحضرش لين نروح انا لكندا كان هكا الغالب كي نرجع العام الجاي ما كان حضرت اكيد وركبت الرخامه وكل شيء اكيد نوريه لكم ويكبر يركب الغاز باش نطيب لكم فيها ماكله باذن الله اخر حاجه يمكن نعملها ذيك قبل ما نمشي لكندا. أني يعني البنات جبتكم توا باش نوري باش نشريو نختاروا الرخام واش نشريو باش نشوفوا اذا كان عنده حاجه. السلام عليكم لاباس لاباس عليك الحمد لله الحمد لله توا حضرت سي الازرار بس حضرت توا هذا محلي هذا محلي هذا هذا محليه اللون نتاعو هذا محليه اللون نتاعو شفتوا ياسر هذاك مسكر في البنك انا هو افتح من هذاك لا تعرف شنو نحبو نحبو ابيض هذه فتحة مزيان عجبني
خلينا نشوفوا مع نور الدين الساعة وشوف هو بعديك تنقل. هذا يشبه للفوق، يشبه للفوقان. هل هو الفوقان؟ نتاع مدرموني. هي؟ نفسه هو. رفضناها أنا بصراحة عجبني ليخل شفني. أكثر من هذي. لا أعرف. أما مش كيف شفتي هذايا فيه لك حلو، فيه فيه الجري وفيه لبي. انا عجبني هذا من راعتيني راي كمان طوعتيني. لقيت واحد اخر البنات عجبني شويه مش برشا. هذي فيها شيرمارون، فيه الجري، فيه شويه ابيض، ما مش عجبني برشا برشا. ما يعني هذا ب 750 750. هذي تعرفي لحقته 720 المتر. هذا قبل الميكرو 380. فرق كبير. هنا في مش هذا 580. 580 هذاك رخام راه مش جرانيت. هذا رخام معروف جرانيت. الدار هذا في امريكا الجنوبيه نعرفوا نعرفوه هذا. ايوا كان هذا يعمل يخدموا به يخدموا به برشا وحديد على حد. يخدموا به ياسر الكوجينات. الكوجينات توا باش نشوفوا هذايا. هذايا معروف على طريق سليمان جرومبيليا. بالقدي فيه حاجات تهبل من داخل والاسوامات نتاعهم رائعة. هاو جينا لهنا. هذايا معمل كبير هو. غنشوفوا عنده شواء أكثر. نخزر له عنده شواء أكثر باش نشوفوا. هذايا خلينا ندخل داخل بعد نشوفوا. هذا مزليزة حاجات عسيرة. ندخل داخل بعد نقولك. شفتي؟ هذه زادها كيف كيف؟ كيف كيف هاي؟ نجموا نشوفوها مع الكبير. فما في الروز وفما هاكا في الكبير هاكا تو. محطوطين على الحيط لنا وكي تجي داخلين للوليد. شفتي هذايا؟ هذا وهذا وهذا. هذاك هو اللي عندكم. عندي في اللكحة هذايا. تروح نشوفوا اللكحة. هالجالاكسي. كم سعره؟ نشوفوا لبرا شنو زين هذا. هذا واخر سوق. كيف اللي عنده الكوزينه الفوقانيه تاع؟ هذه ب 300 هذه خذيناها. ولا نو؟ اوكي باهي هكا. تحب تعرف كيفاش تصور كيفاش تعمل هكا حاجات. باهي. لا اللي كنت ساهله برشا الروح هكا. ادخل على يوتيوب. باهي.
هاي ان شاء الله. بنيه كل عسل ولينا صحاب، تحب تولي صاحبتي قطي تجي تنساني، نحب نولي صحاب. عطيتها الفيسبوك نتاعي وتعدينا باش نشريو الكرموس. ما تعرفوا ديما الواحد يخاف يتغش في الكرموس ولا في اسمه هذاك هندي ولا حاجه. هكا هبطنا وديني نشوف ما شاء الله. شوفوا هذايا هذا في بنين، ذقنا منه بنين على الاخر. نردينك هو لازم يحل موضوع ونقاش بينه وبين اي واحد. سهل ياسر، سهل ياسر يحل النقاش اي موضوع. انا خسر لي الكعبة، رجع تاني ما غسلت الكعبة هاد باش نذوقها. هذايا هذايا ب 15 والاخر جويد ب 10. بنين شر هذايا دخلنا لهنا فما معمل الرخام. اه وعنده لهنا يمكن يكون ارخص خاطر يكون عنده. ادخل انت منش داخل عنده واحده يكون عنده طول الالوان كل شفتهم. انا شوف انت السواميت وقول لي مانيش ماشي. خلي خلي محلوم. انا مانيش ماشي. لا مانيش ماشي. غادي وهذا تعرفي هذا بقدير؟ قديه؟ هو قال لي تو هذا 270، هذا 290، وهذا 290 كيف كيف. هذا الوجه نتاعه ولا ظهره؟ لا وجه مصر. تم واحد افتح شويه اخي شفت وين غاديك من هنا. تم واحد ما الطش نتاعو اقل. كيف كيف هذا وهذا ريتو هذا كيف كيف هذا. اما هذا افتح كيف كيف. هذا بيع الرخام. هذا اللي قلت لكم عليه لهنا. هذا على الكنيس نتاع الكنيس. هذا تدخل داخل بالكل. هذاك تدخل غاديك عنده صامت بيه زي شنو هذا؟ قلت له انت انا سيس قال لي انا مش شخصوك. عرفته انا مش انا اعرف من منزل جوزيف فانا اعرف مين خليت. انت منزل لي من؟ اي ما اصلي اصلي مين اللي اصلي؟ هاي بصلي اصلي بابا الله يعافيك. اه سفاكسيا منين من سفاكسيا؟ منزل شيكي. هكا هاو من بعد خرجنا العشيه زدنا بعملنا دوره على بقيه الخيميه. فما لقيناهم مسكرين لكن الشوام محطوط قدام الخامي قدام المحل يعني. الكوزينه نتاعنا غامقه ياسر باش نفتحوها بالابيض. شفتها كيفاش؟ فتحوها بالابيض. رخام هذا رخام هذاك الطالي نقولوا احنا ها مش طالي مش كافتي هذا. اه فوري هذا الفوقاني هذه اب تهز كعب هز ليه ودي شنو نعملوا بينا؟ نهزوا انا مبين من الصوره نعملوا بينا احنا باش نهزوا شيء ما نهزوا. احنا تو ضيعناكم القعده نتاعك. لا لا ما 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 من الذايع يعني. هذا الروز مقطع فيه في دارنا الفوق. هاي هذا مغامقين يدور في تالا ويرش. هذوما تاع دروج ولا ساعه تاع لا هذوما هذا ممشى ممشى ودروج. اوكي بيت نرجعوا الله استنى شوي. هذا رخام هذا ميت انا وليتي. اه اللون هذا هذا هو احنا وعلى ذاك هو بيدو لي غادي ما عندهمش شوا برشا. هذا هنا لقيناهم مسكرين لقيناهم مسكرين لكن جيت نتفرج ونشوف حسيلو. اه هذا رخام باهي معناها لكن مشكله في اللون. انا مش حبتهم اللون هذوما مش حبتهم برشا. عندك الجرانيت عندك الجرانيت هذا ماهوش في
برشا على يجي غامق على الكوجينه. والله حايره حايره، ما فماش الشوا برشا. مش نتفرج ولا هذه نتاع الدروج. هذه نحب عليه انا في بالي، هذا هو نحب عليه. طلع نتاع الدروج مش نتاع واحد. نحب اللون هذا للرخامه نتاعي، هذا بيدو. فماش شوا، خلينا نمشي نردي. جاب لي ثم قهوه غديك جنب الخايمي، جاب لي قهوه. هاك نحوسوا مره واحده. هذا الخايم ياخر، اما كنا مسكرين خاطر جينا العشيه. هيا هذاك اللي فيه البرا هاولا. عندك هذا حلو، هذا فاتح، هذا حلو. فيها كل الروز نوردين فيه افتح ملي عندنا في الدار ماني فاتح. اي هذاك افتح ملي انا ظهر لي والله. هذا ما عندوش ما ينهمش هذا. كيف ما يجيك هذاك يجيبوه؟ أمكنش تهزه طرف أنت. بس هذا هو. إي هذاك الواق بغا. إي. نجيو لهنا ونشوفوا شنو. غدو نرجعوا بالذمة. آه تو. أنت وحدك باش ترجع خاطر أنا مش هنا. نمشي مع موني. هذا طريق ماشي، طريق قرنبالي هذا. هذا جينا. هاكا رقم تليفونه بالنسبة للناس اللي تحب تجي. لا هاكا بيع نقص نقص ينقش. ثم الجرانيت اللي فيه فرعون كيما هذايا، ما جرانيت بالمرعون مش هذايا. مش هذين بدي نشوف من هنا هذاك زود هذاك. هذا مش فيه هو اللي شفناه. ليه هذاك نتاعنا نحن، هذاك نتاعنا نحن. هذا اغمق، هذا اغمق، هذا افتح راه. انا ولا افتح؟ هذا افتح. هذاك نتاعنا نحن في الدار نتاعنا. لا بيضاء ولا بيضاء. هذا ينقش لك اي حاجه في الدار. قدها لك طاوله شو محليها نتاع الشطرنج، طاوله عاديه هكا. هاو توها نتصور لوزي، ما عادش باش نشوف، ما عادش باش نشوف انا توا برشا. هكا قمرت حاجات وباش نروح نشوفه ندرس الموضوع حتى شنو الحاجه تعجبنا نشروها ان شاء الله، نتفقوا عليها ونشروها. طيب علينا ملا. شترا شترا. عندك جديد. هاو معوج خسر. ايه يمشي سبحان الله. شوف 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 شوف. ولهنا وفي الفيديو نتاعنا لليوم ان شاء الله عجبكم، ان شاء الله يكون في المستوى. ونقول لكم نحبكم برشا برشا، راكم فوق راسي من فوق. ربي ان شاء الله يبارك لكم الناس الكل ويحفظكم من كل شر ومن كل مكرور. دوبيكم في السياقه في الطرقات على خاطر الواحد سلامتك هي في بين يديك. يلا دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.